مرحبا بكم في الوجه الآخر للأرض، في عالم تتغير فيه الحقائق وتنقلب فيه المفاهيم. فماذا لو كان كل ما تعلمناه عن كوكبنا مجرد خدعة؟ ماذا لو أن كل ما نعرفه عن الأرض هو مجرد جزء صغير من الحقيقة؟ قديما قبل أن تتشكل الحدود السياسية والاجتماعية، كانت البشرية موحدة في اعتقادها بأن الأرض قرص دائري مسطح يغطيه قبة سماوية. فقديما كان الإنسان يعتقد أن الأرض التي نعيش عليها مسطحة حتى عام 1577، عندما قام السير فرانسيس درايك بالإبحار حول الأرض وإثبات أن الأرض كروية. ولكن مع بداية القرن السادس قبل الميلاد، مع ظهور الفلاسفة وعلماء الفلك اليونانيين، بدأت تظهر نظريات جديدة تزعم أن الأرض كروية. ولكن سرعان ما اندثرت تلك الفكرة تحت وطأة المعتقدات السائدة في الشرق والغرب القديم، حيث أجمعت الثقافات الكبرى من الصين إلى الأمريكيتين على رؤية الأرض بشكلها المسطح. ومع مرور القرون، عادت فكرة كروية الأرض لتثير الجدل، حيث نادى بها علماء أمثال كوبرنيكوس وماجلان الذين أبحروا عبر المحيطات ليعيدوا النظر في المفاهيم القديمة. غير أن الكنيسة وقفت بحزم ضد هذه الأفكار، معتبرة إياها هرطقة تهدد النظام الديني، وتكرر الأمر في الشريعة اليهودية القديمة. وحتى في العالم الإسلامي ظهر علماء مثل أبا عبد الله بن زكريا القزويني ليؤيدوا فكرة كروية الأرض، مستندين إلى ظاهرة علو القمم وصوار السفن البعيدة ورؤيتها قبل باقي هيكل السفينة. وكذلك أيضا عندما تبتعد السفن عن أعيننا يختفي هيكل السفينة أولا ثم صواريها. وكذلك الشمس عندما تغرب تظهر وكأنها تسقط في البحار، كل ذلك ينافي فكرة الأرض المسطحة. وكذلك ظهور الشمس في النهار واختفائها في الليل، كما دون في كتبهم قائلين لو كانت الأرض مسطحة لتتمكن من رؤية الشمس في الليل، وحينها لن يكون هناك ليل من الأساس. وهناك جمهرة من فقهاء الدين الإسلامي رفضوا هذه الفرضية التي تقول أن الأرض مسطحة واعتبروها مخالفة للشريعة، فقدموا على كلامهم الحجج والبراهين، وفسر اختفاء الشمس في الليل مستعينين بالقرآن الكريم وذلك من خلال مخلوق الليل والنهار، بقوله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، أي أن الليل والنهار والشمس والقمر هم أربعة مخلوقات بحد ذاتها تسبح في الفلك. ويصف القرآن الكريم تعاقب الليل والنهار بقوله تعالى: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. وتفسير ذلك هو أن الله يقسم بالنهار إذا جلى الظلمة أي أذهبها، وكذلك الليل إذا غشي النهار بظلمته فأذهب ضوءه. فالليل يغطي الأرض كغطاء، ثم بعد ذلك يرفع عنه ليظهر النهار. ويشير مؤيد فكرة تسطح الأرض إلى أن القرآن الكريم يقرن الأرض بالسماوات في العديد من الآيات، مثل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فهم يستدلون على ذلك بأن مقارنة الأرض بالسماوات بهذا الشكل تدل على أن الأرض ليست مجرد كوكب صغير، بل لها مكانة خاصة في الكون. فيقولون: إذا كانت الأرض كروية، هل من المعقول أن يخفي الله هذا الأمر في كتابه؟ بالطبع لا، بل على العكس تشير الآيات القرآنية بوضوح إلى شكل سطحها. دعونا نفسر ذلك بشيء من التفصيل. يقول الله تعالى في سورة لقمان: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ويولج هي عملية تحول أو تداخل بطيء، بمعنى أن الليل يتحول إلى نهار تدريجيا، والنهار يتحول إلى ليل بشكل تدريجي أيضا. وهذا يكون واضح في حياتنا اليومية العادية، فإذا نظرت لكي تراقب ضوء الصباح سوف ترى كيف يظهر ببطء، وكذلك الليل يأتي ببطء. فلو كانت الأرض مسطحة سيكون هذا التحول مفاجئ وليس تدريجيا بين الليل والنهار. وكذلك أعطى الله تعالى نفس المعلومة في سورة الزمر الآية 5، حيث قال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ويشير العلماء إلى أن كلمة يكور في الآية تعني يغطي أو يدخل شيئا في شيء آخر، وكذلك كور معناها لف أو تداخل، وهي مشابهة لطريقة لف العمامة على الرأس. وهذا التكوير يكون متاحا في حالة واحدة، إذا كانت الأرض ليست مسطحة وليست كروية أيضا بشكل كامل، ولكنها تشبه البيضة. إما لو كانت مسطحة سيكون مستحيلا. ويقول الله تعالى في سورة النازعات الآية 30: والأرض بعد ذلك دحاها.
وهي تعني أنه جعل الأرض تشبه البيضة، ولكلمة دحاها معنيان وهما التوسع والبسط، والآخر دحي أي الشكل البيضاوي، فالمعنيان لا يتناقضان مثلما يفهم بعض الناس. نعم، لقد بسط الله الأرض من تحتنا ووسعها، وفي نفس الوقت هذا لا يناقض التكوير، فالأرض التي نعيش عليها اليوم ليست على شكل كرة تماما، ولكنها على شكل يشبه البيضة. وكلمة دحاها باللغة العربية لا تعني بيضة عادية، وإنما تعني بيضة النعامة على وجه الخصوص. وذكر أيضا في سورة الغاشية الآية 20 حيث قال تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، وهنا يفسرها عامة الناس بمعناها الحرفي. ولكن ما معنى سطحت في اللغة العربية؟ يفسرها العلماء ومنهم ابن كثير والقرطبي والطبري على أنها بسطت ومدت ومهدت تحت أقدامنا. وكذلك في موضع آخر في القرآن الكريم حيث قال تعالى: والأرض مددناها. وكذلك تأتي في تفسير الطبري وابن كثير على أن الله تعالى يعني دحوناها فبسطناها. وهنا نأتي إلى أن كل شيء ممدود، وكذلك الأرض ليست مسطحة تماما، بل بشكل أجوف أو بشكل أدق يشبه البيضة، ولكننا نراها مسطحة في المحيط الخاص بنا أو على مرمى بصرنا فقط. وكذلك فإن الأرض ليست لها حواف، وإلا لكان المسافرون يسقطون من حافة الأرض باستمرار. وأكبر دليل على ذلك بعيدا عن نظريات العلم، إذا ذهبت إلى أكثر الجبال طولا على الأرض وهو جبل إفرست، وعلى فرض أنه لديك رؤية جيدة جدا وبإمكانك رؤية الآلاف من الأميال من على بعد، فلن تتمكن من مشاهدة الممالك التي على الجانب الآخر من الأرض. يمكنك فقط أن ترى ذلك لو كانت الأراضي مسطحة. وكذلك لا يمكنك أن ترى شجرة مهما كان طولها وأنت على الجانب المعاكس من الأرض. ففي الحقيقة كانت فكرة أن الأرض كروية معروفة جيدا قبل رحلات كولومبوس بقرون عديدة. وقام العلماء اليونانيون القدماء مثل إيراتوستينس بحساب محيط الأرض بدقة ملحوظة، فقد لاحظوا على سبيل المثال اختفاء السفن عن الأفق تدريجيا، كذلك تغير رؤية النجوم عند السفر شمالا أو جنوبا، هي أدلة قوية على انحناء الأرض. وبينما قد تبدو الأرض مسطحة على مسافات قصيرة، يصبح انحناؤها واضحا على مسافات أطول. ويوفر جسر في رازانو ناروز الذي يربط ستاتن آيلاند بروكلين مثالا ملموسا على ذلك. فنظرا لانحناء الأرض، فإن برجي الجسر اللذين يقفان بشكل عمودي ويفصل بينهما 1300 متر، إلا أنهما يبعدان 41 مليمتر عن بعضهما البعض في قمتهما أكثر من قاعدتيهما. وفي القرن الثالث قبل الميلاد قام عالم الفلك والرياضة والجغرافيا إيراتوستينس بقياس الاختلافات بين الظلال التي تلقيها الشمس على الأعمدة، واستلهم الفكرة بسبب قراءته عن أن ظلال المعابد في أسوان لا تلقي ظلالاً، وذلك في ظهيرة يوم 21 يونيو من كل سنة. ولاحظ أن ظلال المعبد تقصر شيئاً فشيئاً كلما اقترب الوقت من الظهيرة إلى أن تختفي نهائياً عند منتصف النهار. ودفعه ذلك إلى القيام بتجربة وضع قضبان عمودية بقياس الاختلافات بين الظلال التي تلقيها الشمس على أعمدة، فقام بوضعها في كل من الإسكندرية وأسوان، وذلك في يوم تعامد الشمس، وذلك لحساب محيط الأرض الكروية بدقة مذهلة بالنسبة لكل زمن. وقد قادته هذه التجربة إلى استنتاج كروية الأرض، فلو كانت الأرض مسطحة فإن أشعة الشمس سوف تجعل الأعمدة في أسوان والإسكندرية تلقي الظلال ذاتها، وإن اختلاف الظلال لا يمكن تفسيره إلا بكون الأرض محدبة، بحيث تصنع أشعة الشمس زاوية مختلفة مع الأعمدة الموجودة في أسوان عن تلك الموجودة في الإسكندرية. واستنتج إيراتوستينس أن الزاوية بين أسوان والإسكندرية مقدارها 7 درجات على امتداد سطح الأرض، أي إذا رسمنا خطاً مستقيماً من الإسكندرية إلى مركز الأرض وآخر من أسوان إلى مركز الأرض، فإن الزاوية بين الخطين مقدارها 7 درجات. لكن في عام 1906 تولى ويلبر غيلين فوليفا قيادة طائفة دينية غريبة بعض الشيء في أوائل القرن العشرين في ولاية إلينوي، وكان فوليفا يعتقد أن الأرض مسطحة بالفعل وأن الشمس ليست على بعد 93 مليون ميل كما يقول العلم، بل 4000 فقط من الأميال، وأن قطر الشمس لا يتجاوز 32 ميلاً وليس 860 ألف كما هو معروف. قد يبدو هذا جنونياً،
لكن نفس الظاهرة التي قاسها إيراتوستنس يمكن تفسيرها إذا كانت الأرض مسطحة وكانت الشمس تبعد آلاف الأميال فقط وكان قطرها 32 ميلاً، وستعمل الحسبات الرياضية بشكل مشابه بالفعل. ولكن هنا نتعارض مع فكرة قرب الشمس من الأرض، لأنها لو كانت قريبة تلك المسافة فقط لاحترقت الأرض منذ آلاف السنين. وأعاد مؤيدو الأرض المسطحة المعاصرون إحياء أفكار فوليفا وتوسيعها، وغالباً ما يستخدمون الإنترنت لنشر نظرياتهم وتقديم تفسيرات للظواهر المختلفة والتي تبدو متناقضة مع نموذج الأرض المسطحة. ويمكن أن تكون هذه التفسيرات مقنعة للغاية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خلفية علمية قوية. ومن المهم ملاحظة أن الإجماع العلمي وكذلك الديني المبني على رأي الأئمة والعلماء السائد يدعم الأرض الكروية، وأتباع نظرية الأرض المسطحة يقولون أيضاً عن الإبحار حول الأرض ليس سوى مسار دائري مسطح، وأن الظل المستدير الذي تلقيه الأرض على القمر خلال الخسوف يمكن تفسيره بكون الأرض قرصاً مسطحاً. ويذهبون إلى أن الفارق في التوقيت بين المناطق الزمنية يحدث بسبب الشمس التي تعمل مثل كشاف ضوء، ويذكروننا بأن الجاذبية ستكون مختلفة تماماً على كوكب على شكل قرص. إن الأرض التي نعيش عليها اليوم أكبر بكثير مما نتصوره، وليست فقط محصورة في سبع قارات. الأدلة على ذلك نجدها في قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. في هذه الآية يتحدى الله الجن والإنس إذا استطاعوا الهروب من أقطار الأرض والسماء، والمقصود بأقطار هنا هو الأطراف، أي أن الإنسان حتى اليوم لم يستطع الوصول إلى أطراف الأرض الحقيقية. ويجب أن نلاحظ أيضاً إن كلمة كوكب لم يصفها الله للأرض في أي موضع من مواضع القرآن الكريم، ولكن يصف النجوم والكواكب بصفات معينة مثل كونها زينة للسماء أو مصابيح، دون أن يصف الأرض بنفس الطريقة، مما يعزز فكرة أن الأرض ليست كوكباً، وهذا فيه دلالة عظيمة على أنها منفصلة عن الكواكب. إذن الأرض مسطحة بالنسبة لهم وتشبه البيضة بالنسبة لنا؟ بالطبع لا. فبعدما ذكرنا لكم أكثر الآيات التي تحمل أكثر من معنى ويفسرها عامة الناس بشكل حرفي، دعونا نبين لكم أدلة أكبر على أن الأرض ليست مسطحة. لو كانت الأرض مسطحة لكان وقت الظهيرة متزامنا في جميع أنحاء المنطقة الواقعة تحت الشمس مباشرة. فإذا كانت الشمس فوق الرياض في وقت الظهيرة، لكان عليها أن تكون فوق القاهرة والإمارات في نفس الوقت. ولكن في الحقيقة نلاحظ اختلافاً واضحاً في أوقات الشروق والغروب بين المدن المختلفة، حتى لو كانت قريبة من بعضها جغرافياً. وهذا الاختلاف لا يمكن تفسيره إلا بالشكل الكروي أو البيضاوي للأرض ودورانها حول محورها. ولو كانت الأرض مسطحة لتمكنت الشمس من إضاءة كامل سطح الأرض بشكل متساوي، ووقتها لن نجد مناطق قطبية مغطاة بالثلوج على مدار العام ووجود فصول السنة، فتغير ميلان أشعة الشمس على سطح الأرض يؤدي إلى اختلاف درجات الحرارة وتكون الثلوج في القطبين. ولو كانت الأرض مسطحة لكان أقصر طريق بين نقطتين هو خط مستقيم على سطح مسطح، فمثلاً شركات الطيران تختار دائماً أقصر الطرق والتي تكون على شكل أقواس دائرية تتبع انحناء الأرض. وهذا يدل بوضوح على أن الأرض لا تأخذ الشكل المسطح. وهناك بعض الناس يستندون على أن لو كانت الأرض تدور لكان ينبغي أن نشعر بحركتها ولهجة مياه المحيطات، وإما الحقيقة فالأرض تدور بسرعة ثابتة ونحن ندور معها. ولكن في الواقع يحدث نفس الشيء عندما تركب القطار أو السيارة أو حتى الطائرة، فرغم السرعة الكبيرة نرى الماء في الكأس مستقرا، والسبب هو استقرار سرعة الطائرة. في النهاية يبقى الكون مليئاً بالأسرار التي لا يزال الإنسان عاجزاً عن فك شفراتها بالكامل. وكلما اكتشفنا شيئاً جديداً كلما أدركنا أن ما نعرفه ما هو إلا نقطة في بحر المعرفة الإلهية. والأرض التي نعيش عليها والتي لطالما اعتقدنا أننا نعرف كل شيء عنها قد تكون أكبر من مجرد قارات وبحار ومحيطات. والآيات القرآنية التي جاءت لتتحدى قدراتنا تنبئنا بأن الحقيقة أكبر من كل حدود العقل البشري. فهل سنقف عند حدود العلم الذي نعرفه؟ أم أن هناك عوالم وأبعاداً أخرى تنتظر من يجرؤ على استكشافها؟ ولكن رحلتنا لا تتوقف هنا، تابعونا لتكتشفوا المزيد.
دمتم في أمان الله.